وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن قطاع النقل وافتتاحات اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري سيادة اللواء حسام الدين مصطفى. سيادة اللواء، يعني برأيك افتتاحات جديدة والهدف هو التسهيل على المواطنين في حركة التنقلات، كيف ترى هذا الإنجاز؟ طبعا الأول مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. طبعا الافتتاحات اللي تمت النهارده في مجال النقل كان يعني حاجات كان يعني كانت اكيد كانت مطلوبه في الفتره اللي احنا فيها دي، تحسن مستوى الخدمه للناس وللشعب المصري بشكل عام. والمحطه اللي اتفتحت النهارده لصعيد مصر هي الحقيقه نقله كبيره قوي، بتخف الضغط بشكل كبير قوي عن محطه رمسيس. نعم، لكن خليني انا اتكلم عن الـ عن الـ عن الشق اللي يخصني، اللي هو الجزء اللي هو بتاع الطرق والكباري اللي تم افتتاحها النهارده، واللي كانت الحقيقه يعني من الحاجات المهمه جدا اللي كان اهالينا في اسوان مثلا كانوا منتظرين بشكل كبير قوي. محور بديل خزان اسوان اللي بيربط ما بين الشرق والغرب، واللي بقى يعني العبور من خلاله اسهل بكتير من قبل كده، اللي كان قبل كده الناس بتمر من فوق الخزان على طريق ضيق، يعني ما بيسمحش يمكن بمرور عربيتين في وقت واحد، كان احيانا لازم الشرق يستنى الغرب، رحله تعدي من هنا رحله تعدي من هنا، كان بيدور زمن الرحله، بخلاف كده انه ربط طرق الشرق بالغرب كمان. وطبعا ده عمل فرق كبير لاهالي اهالينا في اسوان، يعني ما بقتش زمن رحله ما بقاش يتعدى 3 دقائق الناس تعدي من الشرق للغرب، وده اكيد هيبقى له اثر كبير على السياحه وعلى التنميه في غرب اسوان. نعم، لم تكن مدن الصعيد فقط هي صاحبة الحظ اليوم في الافتتاحات الخاصة بالطرق والكباري، لكن أيضا وجه بحري، وأيضا هناك خطوط لمترو الأنفاق أو الخط الثالث تحديدا لمترو الأنفاق. طبعا هو الخط الثالث للمترو، طبعا هو بيكمل الخط الثالث، هو ده المرحلة النهائية بتاعت الخط الثالث للمترو الأنفاق، ونقل المنطقه بشكل كبير، او سحب نسبه كبيره من المستخدمين في مترو الانفاق، لان وسيله نقل الحقيقه مهمه جدا وسهله بالنسبه لناس كتير، وبتنقلهم لاماكن اعمالهم او دراستهم بشكل سلس ومرن. نعم. برضو يعني خلينا نتكلم برضو على يعني على محور السنبلاوين وكوبري مزلانه ابو حمص. طبعا خطه وزاره النقل في الكباري ليها علاقه مباشره طبعا بان احنا عندنا خطه وعندنا اولويات ان احنا بنحل مشاكل المزلقانات، وبنحلها بشكل متكامل عشان نحل الازمه المروريه بشكل عام، بالاضافه ان احنا بنحل مشكله المزلقان. وزي ما حضرتك عارفه كان قبل كده كان في مشاكل كثيره بالنسبه لحوادث المزلقانات قبل كده. نعم. لكن دلوقتي بقينا بنحاول قدر الامكان ان احنا ماشيين في خطه ان احنا نحول كل تقاطعات المزلقانات لكباري علويه، وكمان مش كده بنحل معاها المشكله المروريه، يعني بنحل المكان كله مروريا. الكلام ده طبعا بيفرق في زمن الرحله، بيفرق كعائد للدوله يعني بشكل في صوره وقود. هل من ارقام محدده سياده اللواء مدى امتصاص هذه المحاور والطرق الجديده للكثافه المروريه وحركه المسافرين؟ طبعا هو بقى بيفرق كتير في زمن الرحله. محور زي السنبلاوين بقى فارق في زمن الرحله ما بيعديش ال 15 او 20 دقيقه عشان يقطع ال 40 كيلو، في حين ان قبل كده كان المستخدم كان بياخد من ساعه ونص لغايه ساعتين احيانا عشان يمشي على الطريق القديم، نظرا لانه كان فرده واحده وبيمر بكتل سكنيه كتير. لكن دلوقتي زمن الرحله فرق كتير، والوقت له ثمن والوقود له ثمن، ودلوقتي يعني الناس يعني الناس حاسه فرق كبير في موضوع الطرق الجديده. نعم، اشكرك جزيل الشكر سياده اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئه العامه للطرق والكباري.